حياكم الله متابعينا الكرام، لكم أجمل تحية من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة في برنامج مدفع الإفطار. تحية لكل اللي تابعني عن طريق التلفزيون وعن طريق الإذاعة على ترددها 92.6. حياكم الله ويا مرحبا بكم. عاد في كثير من العادات ولا كثير من الأشياء اللي نفقدها طول السنة، بس ما تطلع إلا بشهر رمضان المبارك. منها كرة الطائرة. على فكرة لو أنا ما قريت عن كرة الطائرة على بالي إنها لعبة إسلامية من كثر ما أنها هي بس تطلع في شهر رمضان المبارك. ومنها بعد الأكلات والمشروبات، مشروب فيمتو، وعندنا بعد مشروب قمر الدين، بس اليوم بنسلط الضوء على مشروب قمر الدين. قبل لا نخبركم عن قمر الدين نشوف حبايبنا هنا موجودين. شلونكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ الحمد لله. علوا صوتكم سمعونا؟ الحمد لله. حلوين كذا، نحن حلوين. زين ابا حد يساعدني، انت تعالي، انا بات انت شهوده، انا اليوم بخلي شهوده تساعدني. تعالي وقفي هنا، وقفي على جنب. حلو، وبعطيك الجوائز تمسكيها. تفضلي تفضلي تفضلي، امسكيها عدل، امسكيها عدل. هذه بعد، هذه بعد، ايوه يعطيك العافيه. زين خليك واقفه جنبي عشان نوزع هذه الجوائز بعد هذه المعلومه. حلو، نتكلم اليوم عن مشروب قمر الدين. طبعا شو مكونات هذا المشروب؟ مشروب قمر الدين مكون من مشمش مجفف، وايضا يضيفوا له السكر وعسل ومع شويه ملح الليمون والماء، يمزجوه ويطلع لنا هذا المزيج اللي نشوفه بالاسواق اللي نشتريه، ومن بعدها نسوي مشروب قمر الدين. ويا ترى كيف نسوي مشروب قمر الدين؟ ننقعه في الماء، حلو، ونضيف له شوية سكر، ومن بعدها نضربه بالخلاط. وله فوائد كثيرة هذا المشروب. مشروب قمر الدين غني بفيتامين ألف، وهذا الفيتامين غني عن التعريف لأن الفيتامين اللي حافظ على صحة العينين والجلد وتأخير تأخير الشيخوخة. طبعا هذه الخوات يحتاجون هذا الشيء، وأيضا علاج ممتاز لمرض الأنيميا هو فقر الدم، لأنه يحتوي على الحديد والوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، ولأنه يحتوي أيضا على الكالسيوم فهذا مفيد لتقوية العظام وحمايته من هشاشة العظام، ويعتبر مصدر أيضا للبوتاسيوم الضروري تنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. وأيضا قمر الدين غني بالألياف، وبدورها تكون وين رايحة؟ تعالي تعالي، وين رايحة؟ تعالي، لأنه غني بالألياف فيساعد على تنشيط الأمعاء وعلاج أيضا للإمساك عفوا. ولا تنسون أنه مصدر للطاقة لأنه يحتوي على السكر، وزيادة شربنا لهذا المشروب طبعا بيكون بعد شهر رمضان بيزيد وزننا. حلو، خل نروح نشوف الجماهير. حياكم الله، أول شيء أنتم بخير؟ بخير. مبارك عليكم؟ شو اللي هي؟ مبارك عليكم شهر رمضان، مبارك عليكم شهر رمضان. حلو، انزين نشوف نختار لنا حتى. تعال انت وياي، انت وياي اليوم، ها وياي. انزين اول شيء ناخذ انت ولا انت؟ انتوا اخوان صح؟ انزين اي واحد فيكم بنسالهم اول؟ انت ولا انت؟ خلاص اول شيء نتعرف على اخوك. خلاص نتعرف عليك. ماجد. شو اسمك؟ ماجد. مازن، علي صوتك، ارفع صوتك. ما اسمه مازن؟ انزين شو اسمك؟ ارفع صوتك. ماجد. كم ماجد؟ كم عمرك يا ماجد؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ 5 6 7 كم؟ 10؟ ما يعرف عمره؟ يلا مو مشكلة عادي. إنزين صمت هذا الشهر ولا ما صمت؟ هالأيام صمتها ولا بعدك؟ صمتها. يلا شاطر، الله يقويك إن شاء الله. إنزين بسألك سؤال، سورة يطلق عليها عروس القرآن، سورة يطلق عليها عروس القرآن، هل هي سورة الرحمن ولا سورة الإخلاص؟ الإخلاص. الرحمن ولا الإخلاص؟ إخلاص. الرحمن ولا الإخلاص؟ إحمال. نعم إجابتك صحيحة، وخذ لك جائزة من القيادة العامة لشرطة الفجير. روح استلم جائزتك هناك يا ماجد، روح روح حبيبي، واحد بنعتكم، واحد بنعتكم، يلا روحوا 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 روحوا. طبعا سورة الرحمن هي عروس القرآن. أيضا بعد شوفنا حد من هذول الحلوين، لا عاد كلكم مره واحده. زين لا ترفعون ايدكم، لحظه بس لحظه، لا ترفعون ايدكم لان احنا مش في مدرسه. خلينا نشوف الاجداد الاجداد الاجداد. تفضل، شو اسمك؟ حمد. حمد من وين يا حمد؟ من الفجيره؟ ايه. ولا من كلبه؟ من الفجيره. من الفجيره. انزين يا حمد كم عمرك يا حمد؟ 9. 9. انزين شو حافظ يا حمد؟ حافظ نشيد؟ حافظ شيء؟ لا.
ما حافظ ولا شيء. إنزين صمت هالأيام ولا بعدك؟ تعالي تعالي أنت تعالي تعالي وقفي وراها هناك. صمت هالأيام ولا بعدك؟ صمت ما شاء الله عليك. لين متى يعني؟ طول اليوم ولا بس لين الظهر؟ طول اليوم. طول اليوم الله يحفظك إن شاء الله. إنزين اذكر لي أكلة متوفرة في سفرة الإفطار في رمضان، أكلة واحدة ما تطلع إلا في رمضان. سهل السؤال وايد عندك. الجيمات الفريد شو قول. جيمات تحب الجيمات انت؟ ايه. مسوين جيمات اليوم؟ ما مسوين ولا ما مسوين؟ خبرني عشان اقول للكرو ني وياكم نفطر عندكم. لا يلا زين خلاص تعال استلم هذه الجائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبي. تفضل حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. زين ومن الصغار من الصغار من الصغار؟ لحظة ناخذ هذه البنت الحبة. شو اسمك؟ نور. نور شلونك يا نور؟ الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. نور ما هي اطول سوره بالقران؟ اطول سوره بالقران هل هي الاخلاص ولا سوره البقره؟ سوره البقره. اجابتك صحيحه. تعالي تعالي اعطيها الجائزه. هذه تكتين من جالكسي سينما، تكتين في الاثنين لشخصين وفيها البيبسي والبوب كورن. الله يحفظك ان شاء الله. وين 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 هاي مسكينه؟ يلا بلف لك. لحظه شو اسمك؟ جنى. كم عمرك يا جنى؟ 10. الله يحفظك ان شاء الله. جنى قولي لي من هو الخليفه العثماني الاول؟ هل هو عثمان الاول ولا عبد الله الهاشمي الاول ولا عبد العزيز الاول؟ قولي بسرعه. عثمان الاول. الله يحفظك ان شاء الله. استلمي الجائزه هذه والله يحفظك وربي يقويك ان شاء الله. زين خلاص عندنا شهد. شوفي على الكاميرا وقولي لي ما السوره اللي تتسمى ثلث القران؟ سورة الإخلاص. روح استلمي جائزتك هناك من القيادة العامة لشرطة الفجيرة. طبعا تحياتي لكم جميعا والله يحفظكم إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم. وصلنا للختام. تقبلوا تحيات عبد الله الهاشمي.